تدعمت هذه القافلة بثلاث أطباء من شمال، طبيبين من العاصمة وطبيب من سطيف والطاقم الطبي تاع الحماية المدنية تاع ولاية إليزي. سوف تقوم بمهام أنها تروح لكل المناطق الريفية، تزور الأرياف وتزور البارس المتفرقة، كل القرى نتاعنا غادي تجوبها ولمدة 10 أيام. تهدف هذه القافلة إلى تقديم المساعدة الطبية لفائدة سكان هذه المناطق، من بينها إجراء الفحوصات وتقديم الأدوية، وستبرمج لاحقا مرحلة ثانية لفائدة باقي المناطق النائية.